جواهر المعاني، قراءة جواهر المعاني، هل هي تنطبق ينطبق عليها فعل الفتوى العلماء بالنسبة لقراءة تراث ابن عربي؟ يعني لا بد من كثير من العلماء مثل الإمام الغزالي وغيره نهوا عن قراءة كتب ابن عربي، هل جواهر المعاني بهذه المثل؟ لا أبدا، هو كتاب جواهر المعاني الكلام المذكور فيه أكثر تلاميذ في كتب الشاذلية موجود في كتب الشاذلية. أنت إذا منعت كتب الشاذلية كلها يبقى تمنع جواهر المعاني. جواهر المعاني ليس فيه أشياء اللي نازل بينكروا فيها جواهر المعاني. صرحت في أن اللقاء مع رسول الله جائز، وأن الأولياء يأخذون عن رسول الله، وأن رسول الله يلتقي بهم والكلام ده اللي هم أنكروا فيه. أما المجال الآخر فيما في تفاسير الشيخ التجاني للآيات وإجابة عن الحديث، إجابة علمية يعني في علمية لكن في أعلى وأرقى مستويات العلم، لا يستغني أحد عن قراءة. بالنسبة وصلنا خبر بأنكم يعني أثرتم على نسخة لجواهر المعاني. نعم، في نسخة. النسخة الحقيقية لجواهر المعاني هي النسخة الخالية من المقصد الأحمد. كان مولانا الشيخ إبراهيم والده الشيخ عبد الله زار المغرب وزار الجزائر، وأحد أحفاد الشيخ التجاني رضي الله عنه أعطاه نسخة علي حرازم الكتبها بإذن الشيخ التجاني، وهذه النسخة هي اللي وصلت إلينا. وهذه النسخة كان الشيخ رضي الله عنه سنة 70 في كولك بعث بها لنا وقال لي أقرأها شوفها، قرأتها من أولها لآخرها، فعلا لم أجد فيها المقصد الأحمد اللي هو بيتهم أن علي حرازم نقل منه، ما موجود فيها. ثم هي مع المطبوعة تختلف في أشياء كثيرة، وده كمان إحنا عرفنا حتى في أنفسنا، نكتب الكتاب ونصلح، نكتب ونصلح، نكتب ونصلح، نكتب بحسب ما سمعنا، ثم بعد ذلك نرجع إلى المعنى وننتقد، ننقد نفسنا، ما نحذف أشياء ونترك أشياء. فلما أنت توصل للنسخة الأخيرة من كتابك هناك عديد من المسودات التي ينبغي أن لا تعتمد، وده اللي ما حصل بالنسبة لجواهر المعاني. وجدت نسخة غير مصححة غير منقحة طبعت، وفيها الكثير من الأخطاء، فيها الكثير من الإملاءات غير الصواب، والتجانيين معترفين بهذا. ولذلك هذه النسخة غير النسخة اللي دلوقتي أنا اللي أنت قلت سمعت عني عندي، هي فعلا موجودة عندي، هي نسخة مخطوطة ما مطبوعة، لكن إخواننا في الخليج في أبو ظبي قاموا قبل سنوات بتحقيق نسخة من جواهر المعاني، وجدوا من الشيخ أحمد الحافظ نسخة من جواهر المعاني، لأن شيخنا إبراهيم أعطى نسخة، النسخة بتاع الشيخ يعني أعارها للشيخ الحافظ، يمكن صوروا منها نسخة. هذه النسخة فعلا هي اللي هان الشيخ طيب، كيف حالكم؟ بارك الله فيكم، يا مرحبا، يا أهلا يا أهلا. ففي الحقيقة هذه النسخة هي اللي وقعت بيد الشيخ الحافظ، نفس النسخة اللي عندك، هي نفس النسخة اللي عندي، هي نفسها لأنها هي واحدة بس. هذه النسخة فعلا هي تختلف عن المطبوع، يوجد فيها أشياء كثيرة مختلفة عن المطبوع، أو توجد أشياء مطبوعة ما موجودة في النسخة الأصلية. لذلك هذه النسخة اللي هي طبعت هي مسودة غير منقحة وغير مصححة. ثم يجب علينا أن ندرك أن كتاب جواهر المعاني نقل عن الشيخ التجاني بثلاث طرق. الطريقة الواحدة سمعوا من الشيخ التجاني كلام ونقلوا بنفسه بنصه وحرفه، طبعا هذا الكلام هو اللي نسميه كلام الشيخ التجاني. وفي
في كلام سيدي علي حرازم او سيدي ابن المشري سمعوا عن الشيخ التجاني كلام، لكنهم لم يتمكنوا من نقله بنصه وفصه او حرفه، لا نقلوه بالمعنى. هذه طريقه ثانيه. الطريقة دي اللي هي نقلوها بالمعنى دي لا يمكن أن نجزم بأنها مطابقة لكلام الشيخ التجاني 100%. ثم طريقة ثالثة وهي المعلومات التي استقاها سيدي علي حرازم من غير الشيخ التجاني منسوبة للشيخ التجاني، سواء عن طريق محمد عن طريق الشيخ محمد العربي الدمراوي أو عن طريق الشيخ ابن المشري أو غيرهم، أو سيدي ابن المشري نفسه استمع إليها من ناس آخرين ثم نسبت إلى الشيخ التجاني. إن في الطريقة الأولى قطعا بنقول كلامنا كلام الشيخ التجاني طالما النقل اللي نقله لنا عنه ثقات. الطريقة الثانية بنقول كلام منقول عن الشيخ التجاني بمعناه لا يجوز القطع بأنه كلام الشيخ التجاني. الطريقة الثالثة اللي هي عبارة عن سماع عن غير الشيخ التجاني، سماع من شخص يدعي انه سمع من الشيخ التجاني، سمع مباشره او سمع بواسطه او سمع المعنى او سمع النص غير موضح. طبعا في هذه الحال بنطبق قاعده العلماء في الحديث، لا بد من سند ولا بد من ثقه رجال هذا السند ولا بد من معرفه الاتصال بين، والا زي ما بنعتبر المسائل الفقهيه كلها مسائل مقطوعه، بنقول ان الاخبار اللي في كتب الفقه هي احكام صحيحه، لكن عندما نيجي في السند بنقول اسانيدها مقطوعه. مفهوم الكلام ده كلام طبعا الفقهاء ما تقدر تقوله للفقيه، لكن الحقيقه كده يعني، لان كل كلام وصل اليه من غير سند انت بتقول لي هذا شيء مقطوع، مقطوع سند يعني. فجواهر المعاني الطرق الثلاثة دي كلها استخدمت فيه. والشيخ إبراهيم الرياحي شيخ الإسلام مفتي المالكية في زمنه هو قال سيدنا علي حرازم طلب مني أصحح له الكتاب. فجواهر المعاني تجوز قراءته على هذه الدراية، نعم تقدر تقرا جواهر المعاني وليس في شيء ممنوع وليس في شيء يعني يؤدي الى اي شيء، لان كل ما في الامر مشكلتنا مع من يتكلمون هم بيخلقوا قضيه وبيصدقوها وبينسبوها للشيخ، زي اللي بيقول مثلا الشيخ بيقول ان الطريقه التجانيه دي الرسول ادخرها لي ما وراها للصحابه وخلاها لي، طب مين بيقول الكلام ده؟ الرسول بيدخر، هو الرسول كتم حاجه مما ربنا امر به في تبليغه؟ لا يمكن ابدا. ولكن ننظر الى الطريقه، الاستغفار هو من المكتوب والصلاه على النبي من المكتوب، لا اله الا الله ما في حاجه فيها مكتومه، انما القضيه هي قضيه ايمان، قد يكون الايمان يبلغ بالانسان حتى تتساوى عنده حاله الشهاده والغيب، وقد يضعف هذا الايمان حتى يؤدي الانسان الى ان يشك في نفسه ذاته. ودي دي 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 هي المعاناه اللي نحن بنعاني فيها في هذا الزمن، ربنا يوفقنا. امين. امين. نعم. قلتم يعني مثلا هناك بعض الاقوال قيلت الصوفيه او مكتوبه في الكتب وليست صحيحه. نعم. مثل ماذا؟ الشيء الثاني يعني قلتم يعني قراءة الكتب للمتصوفة لا تجعل الإنسان يكون صوفي. هذا صحيح. فما هي القواعد؟ حتى العلم، حتى الفقه، الفقيه اللي بياخذ فقهه عن علماء غير الفقيه اللي بيطالع الكتب وبيطلع بنتائج، لأن هناك مسائل في العلم قيود لا تذكر في كل مكان، يعني تذكر في بمناسبة لا تذكر في غير مناسبتها، ودي ما بتلقاها إلا عن طريق مثلا لما نقول الأظهر في مذهبنا كذا، الكلمة الأظهر دي أو الظاهر كذا ابن رشد مثلا، الظاهر ده بيحتاج إلى أشياء، كلمة الظاهر أصلا بتشير إلى أن هذا الحكم في يوم من الأيام كان مرفوعا وليس راجحا، جاء إنسان من الناس أظهر فأصبح رجح فأصبح راجح، هذا الإنسان اللي رجح
يجب معرفته ويجب معرفة العلة اللي خلته يرجح ويجب معرفة زمنه ومكانه. هذه قيود حول كلمة واحدة يعني الظاهر وكذا. أنت لما بتدرس تلميذك ما بتقول له قالوا الظاهر كذا وتمشي، لابد من تنظر الظاهر ده لما العلماء يطلقوه يراد منه شنو؟ يراد منه قول في الأصل مرجوح لكنه في واحد من العلماء رجحه. طب الترجيح ده بيكون بسبب، ايه هو السبب؟ لابد يكون في علة، لابد يكون في عالم مشهور اولا تعرفه نفسه، هل هو يستحق ان يرجح في المذهب ولا لا يستحق، يعني اهل لان يرجح ولا لا. ثم تعرف علة اللي خلته هو اهل، لكن علة اللي خلته يرجح المرجوح على الراجح ايه هي. ثم تعرف زمنه متى، مكانه وين. دي كلها اشياء يعني بتيجي في العلم، ما بتيجي في المطالعه، انما بتيجي عندما تجالس العلماء وتاخذ عنهم. لناخذ مثلا عندنا بناء الكنائس في بلاد البلاد المسلمين اللي فتحت مثلا عمره، لا يجوز لهم ان يحدثوا كنيسه. طيب علماء الاندلس من المالكيه اباحوا احداث الكنائس للفرنجه في الأندلس. هنا يلزم ليه؟ في آخر الأمر في الأندلس وجد علماء كبار ظهروا بمظهر التجديد في الحمرشو وأمثاله وكان المعافي وغيره، رأوا في الزمن ذاك وهو القرن السابع الميلادي مثلا او الثامن، نعم، وجدوا ان المسلمين ضعفوا في الاندلس. لما يطردوا المسيحيين يمنعوهم بناء الكنائس يطردوهم لبلادهم، هم عرفوا اسرار الدوله الاسلاميه كلها، لما يمشوا هناك نعم لابد ان تتقوى بهم الدوله الكافره وتيجي تحارب المسلمين، ولذلك اباحوا لهم بناء كنائس في الأندلس المفتوحة عروة. شايف كيف؟ في الزمن ده المكان الأندلس، الزمن هو القرن اللي قلناه، والناس المعينين هم علماء الأندلس في ذلك الزمن، والعلة هي اللي قلناها هو ضعف المسلمين في الأندلس. فهم قيدوا البناء ده بالزمن ده وقيدوا في المكان ده. لكن لما نيجي مثلا في فاس أو في المغرب أو في مراكش لا يبيحون ذلك، يمنعونه، لأن المسلمين أقوياء وما في أي خوف لأنهم مقطع البحر، فما في خوف. كذلك في كثير من البلدان هذه. أما كون الإنسان مثلا لا يستطيع أن يتصوف عن طريق الكتب فهذا صحيح، لأن التصوف بيحتاج إلى سلوكيات تبدأ زي الطفل تعلم الكلام، تعلم أي إنسان ممكن أقول لك إنسان يمكن ان يبرز في علم من العلماء، بنقول ايه بسموهم شنو المبدعين، يكون انسان مبدع. لكن هذا كله لو فتشته مثل المسائل اللي بينك وبين الله، انما في الصناعات في الحرف في الحاجات دي، اما فيما يرجع الى الله تبارك وتعالى فالاساس كله القران، الاساس كله السنه. فيجب عليك ان تاخذ القران من ناس، تأخذ الكتاب والسنة أو تأخذ السنة من الناس، أليس كذلك؟ تأخذ العلم برضو من الناس، فهمك بس اللي أنت بتأخذه من الله، فهمك بس. ولذلك عندما أنت تدخل في كتب الصوفية، أنا قرأت كتاب رماح حزب الرجيم حزب الرحيم على شيخ مشيوخي سيدنا القاضي أباني، عالم كبير في بلدنا، هو قاضي القضاة. كنت بقري عليه حتى ربنا جمع بيني وبين مولانا الشيخ ابو الفتحي. كتاب الرماح ده فيه المريد وفيه المراد، كان شيخي بيفسر لي بشنو المريد، البريد البدور يعني المحتاج بس. وما عارف انه كلمه مريد دي اصطلاح معين بدل دلاله مقيده بشيء معين ما بيعرفه، رجل عالم كبير جدا، لكن
يقول للبريد يعني للبريد. المراد كان ده كان المراد الشغل اللي بدوروه. لما مشينا بديت بقري نفس المواضيع دي مع مولانا الشيخ الفتي طبعا لقيت الفرق كبير جدا بين ده وده. وبعد ما انا نفسي مشيت في الخط ومشيت واستغرقت في الحكايه والميه اكلتني معاهم لقيت الحكايه فرق كبير. لكن ده ما بيخليني انا بقلل من شان مولانا الشيخ باني. الشيخ باني رجل كبير قريت عليه المختصر، فهو رجل عالم في الفقه، عالم جدا جدا في الفقه، ويعرف مختصر الشيخ خليل ده عنده زي الفاتحه وزي يعني ما يتردد في شيء، ضرب وشرح وبيان وتقييد واطلاق واشهار وغيره كله عنده. لكن لما جينا بالتصوف لقيناه حاجه ثانيه. وانا بقري فوق